حكومة دكتور مصطفى مدبولي مهتمة جدا بتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتقريبا كل يومين ثلاثة ألاقي صورة تجمع رئيس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة. النهاردة رئيس الوزراء كان بيبحث هذا الموضوع في مجلس الوزراء، بيتكلم على الخطة المستهدفة أن تصل المنظومة إلى تمام كمالها في سنة 2030. معايا على التليفون المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. مساء الخير أستاذ نادر، وعاوز أعرف من حضرتك تفاصيل الاجتماع اللي عقده النهاردة السيد رئيس الوزراء بخصوص تطوير منظومة الرعاية الصحية. مساء الخير أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. هو زي ما حضرتك ذكرت في البداية، الحكومة مهتمة بهذا الملف، ملف الصحة، إلى جانب ملف آخر لا يقل أهمية وهو ملف التعليم. لكن خلينا نتكلم عن ملف الصحة بكونه يعني مصدر المداخلة اليوم. هو السيد رئيس الوزراء تلقى أو تابع تقرير من السيدة وزيرة الصحة حول التطورات التي حدثت في هذا الملف، ملف الطب في مصر، بداية من تعليم الأطباء، لأن ملف التعليم الطبي في مصر شهد تطور مهم للغاية، وهو أنه بداية من هذا العام الدراسي الجاري هو 2018-2019 بدأ تطبيق النظام الجديد اللي هو كلية الطب. بعد ما كانت 6 سنوات دراسة في الكلية وسنة امتياز، بقت 5 سنين دراسة وسنتين امتياز، يعني زيادة المكون الإكلينيكي في المقابل، يعني مش تقليل المكون الآخر اللي هو العلوم الأساسية، ولكن تطبيق برنامج جديد وهو برنامج الساعات المعتمدة. يعني الطالب الطب اللي كان بيدرس 6 سنوات يعني هيدرس نفس الدروس، نفس المواد بالضبط في سنوات أقل، مدى زمني أقل بالضبط، لكن نفس عدد الساعات المعتمدة. ولما بقول كلمة معتمدة هنا، مش معتمدة بس داخليا في مصر، لكن معتمدة من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي. وده برضو تطور هام، أن كل خريج طب في مصر سواء من جامعة خاصة أو من جامعة حكومية سيحصل على هذه الشهادة، وستكون معتمدة عالميا من هذا الاتحاد. وده نتيجة إيه؟ نتيجة أن احنا بدأنا نطبق النظام التعليمي الجديد اللي هو بيأخذ في الاعتبار نظام الساعات المعتمدة. ده أول تطور. التطور الثاني اللي تابعه رئيس الوزراء النهاردة هو أيضا يعني إصلاح المنظومة الطبية وإصلاح أوضاع الأطباء. للأسف الشديد احنا يعني بنعاني نقصا في عدد الأطباء في مصر، والحكومة بتعمل على حل هذا يعني هذه المشكلة من خلال عدة محاور. المحور الأول تحسين أحوال الأطباء لجعل هذه المهنة مهنة يعني جاذبة لكي يستمر الطبيب في العمل في داخل مصر ولا يهاجر إلى الخارج أو لا يعمل في الخارج، من خلال عدة محفزات بالتعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة المالية. المكون الأهم أيضا هو زيادة عدد خريجي كليات الطب خلال الأعوام القادمة من خلال زيادة عدد الكليات، وبما يحافظ أيضا على جودة التعليم الطبي. احنا مش بنسعى ان احنا نزود عدد الخريجين وفقا للإمكانات الحالية المتاحة في الكليات الموجودة حاليا حتى لا نؤثر على جودة التعليم، لكن سنسعى أو نسعى بالفعل الآن إلى زيادة عدد الكليات، فتح كليات طب جديدة في أماكن أو في محافظات لم يكن بها كليات طب، من أجل زيادة عدد الخريجين سنويا لكي يتواكب مع زيادة المدن اللي هيتم افتتاح فيها كليات جديدة. إيه هي؟ يعني عندنا في كلية طب جديدة هتفتتح في مطروح، في واحدة في العريش، في الوادي الجديد، وفي الأقصر. يعني الأربع افتتاح قريب؟ افتتاح قريب، يعني التجهيزات جارية أو إجراءات الإنشاء جارية، يعني في خلال يعني سنوات قليلة ربما عام أو عامين سيتم بدء عمل هذه الكليات بالفعل. ماذا عن مقترح تخريج مبكر لطلبة الطب؟ لا، هو ده المقترح ده أسيء فهمه أو الخبر صيغ بطريقة يعني أعطت هذا المفهوم الخاطئ. اتفضل اشرحه. رئيس الوزراء في الاجتماع اللي أثير فيه هذا الموضوع تحدث عن دفعات استثنائية، لكن لم يقصد بكلمة استثنائية هنا أن احنا نخرج الطبيب قبل ميعاد أو مبكرا عن الميعاد الطبيعي لتخريجه. هو ربما المصطلح الأدق ليس تخريج دفعات استثنائية، وإنما قبول دفعات استثنائية، بمعنى زيادة الأعداد
سواء من الاعداد في الكليات الطب القائمه بما لا يؤثر كما قلت على جوده التعليم ومستواه، وايضا زياده الاعداد من خلال فتح كليات جديده. فنحن نستهدف قبول دفعات استثنائيه او زياده المقبولين، وليس تسريع يعني تخريجهم بما يؤثر على العملية التعليمية. هذا لم يكن مقصد رئيس الوزراء بالمرة. وفي كل الأحوال رئيس الوزراء حينما يطرح أي فكرة هو يطرحها على المختصين، هو لا يقول لهم يعني افعلوا كذا أو كذا، لا، يعني كانت مجرد فكرة طلبهم بدراستها، وفي النهاية من يحدد ذلك هي وزارة التعليم والمتخصصين، إن هم الذين يشيرون على رئيس الوزراء بما يجب أن يتم فعله.